يقول نرى بعض المصلين في حال القيام أنهم يسدلون أيديهم ولا يضعون اليمنى على اليسرى على الصدر، فهل ننكر عليهم ونقول لهم أن هذا مخالف للسنة؟ لا، الإنكار لا تنكرون عليهم، ولكن بينوا لهم بيان إن الأفضل والسنة أن توضع الأيدي على الصدر في الصلاة تقبض. وأما الإنكار عليهم والتشديد عليهم فلا، لأن هذا السنة، قبض اليدين على الصدر هذا السنة ما هو واجب، من فعله فله أجر ومن تركه فلا إثم عليه.